البطاريه ديالها ماشي كامل. Comment ça fait pour rentrer? Il y a des appareils pour le pour remplir les bouteilles comme cette cellule là là-bas. كنتقدم بالشكر للجهاز الامني هذا ديال الوقايه المدنيه على حسن الاستقبال، عطاونا المعلومات، ما كاين حتى شي واحد بخاينا بشي حاجه. صراحه حنايا انا كنت تقريبا واحد 3 شهور وانا دايره في بالي على قبل الوليدات. انا مواطن سقت الاخبار وجبت وليداتي باش يستافدوا، بحال مثلا مشينا لومبيلونس الاسعافات، عطاونا معلومات قيمة تقدر تنقذ حياه واحد بواحد الجيست اللي هو بسيط، ولا تقدر تزيد تاغرافي لي لا سيتياسيون الا ما عرفتيش. وصافي كنتمنى حتى هاد البادرات، حيت ربما المواطنين ما كيعرفوهاش ولا ما كيهتموش بها، في حين ان ابواب مفتوحه اي واحد يقدر يدخل ويستافد. وتجربه زوينه صراحه. نوجه واحد الرساله لدوك الناس اللي ما كيلقى ما يدير وتتصل وتخدمهم على والو، راح شوم عليه، حيت هذاك الوقت اللي هما غيمشيو ينقضوا واحد الشخص ولا يديروا واحد الانترفونسيون يعتقوا فيها ناس، كيمشيو لواحد الفوس اليرت كيضيعوا فيها وقت وكيضيعوا فيها مجهود. بالنسبه للسؤال ديالك، كنشوف ان المواطنين وعلى الاقل كل دار يكون فيها واحد اللي عارف لي مويان دو سوكوريزم، باش إذا كان شي تدخل تقدر تكون غادا في الطريق ويبان لك شي واحد طاح، شي واحد سخف، تعرف اش دير معاه في الدار، الوليد عندك تياكل وحلت ليه شي حاجه، اش خصك دير؟ ماشي خصك تضربو على اللقفه. هادشي اللي شرح لنا دابا نيت السيد هنايا، راه كاينين دي مويا وكاين واحد كاينين دي ميثود اللي خصك تكون عارفهم وساهلين واي واحد يقدر يديرهم. تبقى رغبه الوليدات هذيك وهموم الميول ديالهم، ما نكرهش. انا عندي الوليد الصغير تيقول لي باغي نولي بومبي، ربما حنا بلي كنا صغار كنا كنقولوا باغي نولي طبيب باغي نولي، ولكن الظروف والحياه كتعطيك طرق اخرى كتمشي فيها.